انما نروح بقى الى موضوع تانى الحقيقة مش اشاعة ده حقيقة حقيقة انه حتى حلاوة المولد بقينا بنغش فيها يعنى حلاوة المولد اللى لغاية كام يوم فاتوا كنا بنقول نشتريها ولا لا وكمية نكت وافيهات طالعة فظيعه انه عم حلاوه المولد سعرها سعر العلبه دي كام؟ يقول له 750 يقول له لا انا مش بسالك على عدد السعرات الحراريه اللي فيها انا بسالك على سعرها كام؟ ضحك ونكت المصريين حضراتكم وطبعا عارفين احنا لما بنحب نقفي على موضوع ونهزر ونطلع الكبت اللي جوانا بنعمل ايه؟ مش بس الغلا واستحملنا وقلنا مش مهم وحلاوه المولد وكذا وكذا، لا ده الفكره كمان انه في جهه نشطه زي مباحث تموين التابعه لوزاره الداخليه نازله تعمل شغلها لقت كميات وكميات كبيرة من حلويات المولد مجهولة المصدر قبل طرحها في الأسواق تعالوا نقرا الخبر لانه في معلومات تشير شويه الحقيقه. خبر بيقول لك انه شنت الاداره العامه لشرطه التموين والتجاره الداخليه حملات مكثفه على مصانع ومحلات انتاج وبيع حلوى المولد واسفرت الجهود عن ضبط العديد من الحلوى مجهوله المصدر. الاداره نفسها داهمت معرض لتجاره حلوى المولد بشبرا الخيمه. بعد أن وصلت معلومات مفادها إنه المعرض بيقوم بتجميع كميات كبيرة من حلوى المولد معبأة داخل عبوات مدون عليها أه أنا مش عارفة الإسم إيه هي سويت أو حاجة زي كده تقريباً ده المفروض يعني ده اللي أنا فهمته أه و أه هي سويت الشركة الأهلية أو هي سويت بس بيتهيألي هي سويت يعني مجهولة المصدر آه لعرضها في الأسواق وتم ضبط كمية قدرها 2000 332 قطعة حلوة المولد وتم التحافظ على كميات تصل قدرها بقى ل 3 طن حلاوة مولد مجهولة المصدر و 3.9 طن سلعة غذائية عبارة عن المكونات بقى بتاعت الحلوات المولد خدوا عندكم بقى جلوكوز سكر ودقيق الثلاثة مجهولين المصادر إضافة إلى ماكينة لإنتاج الحلوى وثلاث تلاجات وألف عبوة كرتونية فارغة بأحد مصانع لإنتاج الحلوى في منطقة الأزبكية تم التحافظ على جميع المضبوطات وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها أنا هقول لحضراتكم على حاجة سريعة جدا قبل ما انتقل إلى الخبر التالي مباشرة اللي هو عن وزارة القوى العاملة بقى وحاجة مبهجة وإيجابية وإن كان برضو يعني لما تعرف أن أنت عندك حد زي مباحث التموين بيشتغل وبينزل وبيعمل الحملات دي دي حاجة تطمنك في حد ذاتها بس أنا هقول على حاجة والله بمنتهى الامانه والله بمنتهى الامانه بلا حلاوه المولد السنه دي يا جماعه يعني يعني خلونا نحتفل دعونا ان شاء الله انا يعني لسه قاريه انه ان شاء الله باذن الله بالتاريخ الميلادي هيكون ذكرى المولد النبوي الشريف في الاحد 11 ديسمبر كل سنه وحضراتكم طيبين يعني الحد اللي بعد الجايه باذن الله الاقتداء الاقتداء والسير على خطى اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام له اساليب واشكال كثيره جدا جدا انك تقتدي بسيرته النبويه الشريفه العطره انك تشوف كان بيتصرف ازاي سلوكياته اخلاقه انك تقرا قصص عنه وعن الحروب وعن علاقاته بالصحابه وعن علاقاته بالعدو وعن علاقاته كل حاجه ممكن نقراها حلويات المولد يا جماعه حلاوه المولد ما كانتش جزء في العقيده الاسلاميه ولا جزء من الشريعه الاسلاميه ولا ولا الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا عليها مش هنموت ومش هنجوع ومش هنقضي عيد مولد وحش ولو تغاضينا ولو هذا العام عن شرح حلاوه المولد لكن لو تغاضينا على فكره الاسعار اللي عماله بتعلى نار دي ب 100 و200 و300 جنيه وحته السمسميه الصغيره يقول لك ب 8 و10 جنيه ولو تغاضينا عن ده ونرجع تاني نلاقي انه كمان في حلويات مولد بدا يبقى فيها مواد مسرطنه او مجهوله المصدر على الاقل حتى مش ضامنين الجلوكوز والدقيق والسكر اللي فيها يبقى بلاها خالص نعدي السنه دي من غير من غير حلاوه مولد وان شاء الله السنه الجايه تكون الاسعار ظبطت حقيقي بلاها حلاوه مولد السنه دي